أطرافها، ومزارع شبع وتلال كفرشوبة لبنانية عربية كانت وستبقى. إن صراعنا مع العدو أيها الإخوة صراع وجود وليس صراع حدود، ولا بد لمواجهته من إعادة توحيد الصف العربي وتجنيد الطاقات العربية ونبذ الخلافات بين الأشقاء وحلها بالحوار، إذ لا يجوز أن تسيل دماء الأشقاء فيما بينهم، والعدو يشمت ويفرح بأن وجهة الصراع معه أصبحت في مكان آخر، وهذا ما كان يصب إليه. أيها الحضور الكريم، إننا عندما نتمسك بالمقاومة بكل أشكالها خياراً لمواجهة العدو، لأننا على قناعة تامة وإيمان راسخ بأن ما يخططه لفلسطين اليوم من خلال صفقة القرن هو مقدمة للتمادي في الأطماع الصهيونية بتخريب بلداننا وتقسيمها وإثارة النعرات فيها كي تبقى ضعيفة غير قادرة على المواجهة ويتمكن العدو منها، وهذا حلم بات مستحيلاً بوجود ثقافة المقاومة وتضحيات المقاومة وشهدائها وجرحاها. المقاومة هي اللغة التي يفهمها